عشية ما أطلق عليه شباب الثورة السورية جمعة أطفال الحرية، قال نشطاء حقوقيون إن 15 شخصا قتلوا الخميس بمدينة راستن بمحافظة حمص وسط البلاد بعد قصف القوات السورية للمدينة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، وبذلك يكون عدد القتلى براستن وصل إلى 62 قتيلا على الأقل منذ الأحد بحسب نشطاء حقوق الإنسان. طالبات المدارس الثانوية في أحد شوارع حمص شمال العاصمة دمشق رفعوا صورة الطفل حمزة الخطيب الذي قتلته أجهزة الاستخبارات السورية وعذبته ومثلت بجسده الصغير. إلى ذلك دعا مؤتمر المعارضة السورية في أنطاليا التركية الرئيس بشار الأسد إلى الاستقالة الفورية وتسليم سلطاته إلى نائب الرئيس، وأعلنوا التزامهم بإسقاط النظام وشكلوا هيئة استشارية وطنية من 31 عضوا تتابع أعمال المؤتمر. بالمقابل دفع بالعشرات للتظاهر أمام الفندق حيث تجتمع المعارضة وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس السوري. وفي تطور لافت قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن شرعية بشار الأسد أوشكت على الانتهاء.